حسب توجيهات محافظ هنا والاستاذ عبد القادر الدخيل اثناء زيارته الى موقع العمل اليوم بعد انتهاء فقرات العمل، تقوم مديريه مجاري نينوى بتبليط شارع حي المهندسين خلف جامع طالب العثمان. هذا المشروع من ضمن مشاريع الامن الغذائي التي اطلقت لمعالجه اعمال مد مجرى صندوقي، لمعالجة أعمال الخط الناقل الرئيسي المحال ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية. الحمد لله لاحظنا ارتياح كبير للأهالي في المنطقة بعد إنجاز فقرات العمل، ومديرية مجاري نينوى وإن شاء الله عازمة على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات وإنشاء مشاريع جديدة مستمرة في كافة أرجاء محافظة نينوى لغرض الارتقاء بالواقع الخدمي في مدينة الموصل وبقية أجزاء محافظة نينوى إن شاء الله.